نصيحتنا باي جولدينا بلوس لليوم كيف ما العادة تجيب حدينا سيرين بلتي أخصائية التغذية. مرحبا وبيك يا نويل. سيرين نحب نسأل سؤال، ناخذ كات فيغور إنسان أوبيز يعمل أن ريجيم دور قاسي مثلا، حتى المونوديات ذاك ياخو لو ريجيم متاع حاجة واحدة يقعد يأكل فيها، كان هي على أمل أنه يضعف، ينجم يضعف، لكن هل هو معني بالدينوتريسيون وإلا لا؟ Ça va de soi, bien sûr. Hoa chouf, lehne, il y a deux types de dénutrition. Ils aiment la 9 mois, puis n'arrive pas, nous, nous, placer. سوء التغذية سافا دو سوا. دونك لهنا سوء التغذية ولا نقص في التغذية، عندنا لا دينوتريسيون بروتيك. دونك لهنا نوع نتاع سوء التغذية ان فيت باش تنقص لي بروتيين في البدن نتاعنا، ولهنا سي جينيرالمون لي ان سيندروم انفلاماتوار، معناتها العباد اللي عندهم مشاكل نتاع التهابات باش يكون عندهم زاده مشاكل نتاع دينوتريسيون. التيب الثاني اللي هو لو ماغازم، دونك لهنا لو ماغازم نوتريسيونيل يعني النقص في التغذية ولا تو سامبلومون تنقيص الماكلة، كو سوا العباد اللي يعملوا لي مونودييت والا العباد اللي يعملوا دي ريجيم هيبوكالوريك ترو فورسي، معناتها ياكلك من كل شيء اما دي كونتيتي صغار على الاخر. باهي، سوء التغذيه اش معناتها؟ معناتها احنا عندنا حاجيات في الفيتامينات، في البروتيدات، في الاملاح المعدنيه، في لي زوليغو اليمون اللي لازمنا نوفروهم كل يوم باش ما يصيرولناش دي كارونس، في صوره ما باش ناخذوا اون سول كاتيغوري نتاع ماكله ناكلوها، والا باش نقصوا برشا من مثلا ما نعرفش احنا ناخذوا لو كام نتاع الفيتامين بي. انا قررت باش اني نحي تو سكي سيريال وتو سكي حبوب وتو سكي سورس اللي جينيرالمون باش يجيب لنا هالفيتامين بي، دونك باش تنقص حاجياتنا باش تنقص لي زابور ان فيتامين بي، دو لي كارونس اليمونتير. لهنا المشكله في لي كارونس اليمونتير اللي هما باش يمسوا نقولوا احنا معناتها باش تصير لنا اون اتروفي في التيموس اللي هي الخليه اللي ولا العضو بلوتو اللي يتلموا فيه لي لانفوسيت، دونك اللي هما الخلايا اللمفاويه اللي يكونوا الجهاز المعني بالجهاز المناعي الصحه. دونك اون كارونس ان فيتامين سورتو لي فيتامين ا فيتامين او والفيتامين سي لي زانتي اوكسيدون مضادات الاكسده الاملاح المعدنيه، عندنا الزنك عندنا الحديد، دونك هذوما باش ياثروا على معناتها باش يقولوا احنا favoriser destruction نتاع الخلايا اللمفاويه دو ليمونيتي باش تطيح لنا برشا. لهنا المشكله الاساسيه في الدينوتريسيون انه العبد معناتها كي باش تطيح المناعه نتاعو ما عادش باش ينجم يقاوم اي نوع نتاع مرضى، دونك عندنا لا ريبونس ايمونيتير باش تطيح كومبليتمون. دونك عبد كي يمرض في بلاصه ما بدنو باش يقاوم هاك المرضى هذيك، دونك نمرض نهار اثنين ثلاثه ناخذ دواء ونبرع على روحي، ينجم يضربها بالجمعه وبالجمعتين مريض وينجم نمشيو للحالات معناها يولي دوفونيغ تري فولنيرابل وتنجم des complications li des fois tnajem tez hatta lel maut kif kif ana les anticorps li yfrzouhom li yaounou معناتها الفيتامينات نتاعنا باش تعاون البدن انه يخرج لي زانتيكور باش نجمو نقاومو، دونك يلزمنا مضادات باش نجمو نقاومو البكتيريا باش نقاومو لي فيروس. لهنا ما عادش باش يكون عندنا دي زانتيكور في البدن نتاعنا، دو معناتها العبد تلقاه يقول لك انا مو مراض والا انا مازلت كبريت من مرضى سي ولات لي مرضى واحده اخرى. دونك هذايا المشكله الاساسيه راهو نلقاوها لهنا انه سيستم المناعه قاعد يشكي من نقص في حاجات معينه في الماكله نتاعنا، دونك يلزمنا نردوا بالنا. ودايوغ في لي كا دو دينوتريسيون هي ديما ينجر عندنا فقد في الميزان راهو، اما نقولوا ديما اون بريوريتي ان نصلحوا لي كارونس اليمونتير، دونك طول نمشيو على السوبليمونتاسيون اليمونتير، ناخذوا مكملات غذائيه باش نحاولوا ان نحسنوا شويه ماكل لي كارونس اللي باش يصيرونا، من بعد باغ لا سويت نعاونوا بحاجات هيبر كالوريك باش نعاونوا ان نزيدوا الميزان ونحاولوا نعدلوا معناتها لي زاليمون اللي باش ناخذوهم نعدلوا الكميات اللي قاعدين ناخذوا فيهم باش نرجعوا نوفروا الحاجيات اللي يستحق لهم البدن نتاعنا. هذاك علاش انا سالتك من الاول على سورتو الشخص الاوبيز، على خاطر في العقليه وفي التخمام يمشي في باله على خاطر هو عنده زيت دونك ينجم يعيش من الحاجات هذيك، الوغ نو كي نقص يتيح في الدينوتريسيون. سافا دو سوا خاطر هو ديجا ابارتيغ دو لاج دو سيزون ما عادش نجمو نخزنو حتى شيء، معناتها في الصغر كي تخزن به، اما من بعد 16 17 سنه راهو كل يوم ويومو. اذا كان مثلا ناخذوا ليكزومبل نتاع الكالسيوم، اذا كان انا خذيت لابور نتاع الكالسيوم اللي نستحقه في النهار اليوم طو ميو بو موا، غدوه مثلا قررت باش اني لا نشرب لا حليب لا نشرب لا ناخذ ياغورت لا ناخذ جبونات، اوتوماتيكمون راهو باش يتيح شويه الكالسيوم. اذا كان نهار غيب نهار غيب نهار اوتوماتيكمون باش تولي لنا دي كارونس، معناتها ميم با دي زانسيون. ما يتعوضش وما عندناش في المخزون نتاعنا. ما عندناش ما نجموش نعاودوا نخزنوا، معناتها لهنا ماناش نحكيو على بيتمونه باش نخبيو فيها الفيتامينات، لي معناتها حتى سي جامي اون فا بارتيغ على حاجات كيكونوا فورسي في الريجيم، ديما احنا لي نوتريسيونيست
نوصيو ما تطولوش في البيريود، راهو فما بيريود معينه ينجم يتقبلها البدن من غير كاتيجوري معينه، مي راهي كي باش تطويل وباش تولي اشهر وباش تولي سنين راهو باش تضر بدنك اكثر من اللي باش تنفعه. فوالا هذا هو الموضوع نتاع اليوم، سوء التغذيه وعلاقته بالمناعه خاصه واحنا في فتره جائحه ويزمنا نخافوا من المتحور الجديد اوميكرون. اليوم عرفت اللي هو يتقال اوميكرون مش اوميكرون كيف ما ابسيلون على خاطر كلمه لاتينيه. ميرسي بوكو سيرين بالتي اخصائيه التغذيه، كانت هذه نصيحتنا. باي جولدينا بلس.